معقول الكلام اللي انت بتقوله ده يا عمرو؟ هي دي الحقيقة يا ماما. أنا من ساعتها وأنا الدنيا سودة قدامي. بقى معقول؟ أبويا أنا يبقى مجرم خطير وأنا مش حاسس؟ أنا في الأول شكيت، وخصوصاً لما لقيته دخل شركة مع سعاد في مصنع المي. بعدين رجعت وقلت لا مش معقول. وبعدين استغربت قوي لما لقيته هرب برا مصر بعد ما اتقبض عليها. رجعت وقلت برضه مش معقول، لأن أبوك بطبعه راجل جبان. سوري يعني هو أبوك أه، بس هو راجل جبان. جبان إيه بقى؟ طلعنا كلنا مخدوعين فيه. أنا من ساعة ما سمعت الراجل ده اللي اسمه مراد وخفت يحصل لي زي اللي حصل لمحمود لما عرف إن أمه تبقى نبيض تمساح. بعد الشر عليك يا حبيبي. ماما يا ريت لو حضرتك مخبية عليا حاجة تقولها لي دلوقتي، أهو بالمرة بس أبقى خدت الصدمات كلها ورا بعض وخلصت. خس عليك يا عمرو. أنت بتشك في ماما؟ أعمل إيه بس يا حبيبتي؟ من غلبي والله. معلش يا حبيبي، هو أبوك راجل أونطجي وأنا سبته من فراغ؟ ده كان ياما بيقلب في شنطتي، أنا عارفة، بس كنت بطنش ولا بلاش أقلب في الماضي، بلاش. المهم دلوقتي هنعمل إيه في موضوع أبوك؟ مش عارف، أنا فكرت آخد موقف ضده، بس قلبي مش مطوعني. غصب عني ده أبويا. أبويا اللي علمني الشرف والأخلاق والمبادئ. وأرجع وأفتكر الناس اللي ماتت بسببه، وأنا ساكت. والساكت عن الحق شيطان أخرس. خلاص سيب لنا الطلعة دي، أنا كفيلة بابوك. ايه يا فتنة، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. الاغنية؟ لا الحقيقة ما عملتش فيها اي حاجة، مش عارف مودي مش ظابط كده، يعني شوية مشاكل في البيت. ده انا حتى لسه داخل بيتي القديم دلوقتي، قلت اقعد لي كام يوم. تحت امرك يا فندم. ناوي تعمل ايه في البلاغ اللي قدمته انتصار عبد الحق في امجد الحر؟ والله ما انا عارف سعادتك، امجد هربان في لندن ومفيش اتفاقيه بيننا وبين انجلترا لتسليم المجرمين. طب ايه رايك لو نستدرجه هنا؟ ازاي يا فندم؟ الاسبوع الجاي الحكم في قضيه نبويه التمساح. بعد الحكم عايزك تقبض على مراد اللي انتصار بتقول انه الدراع اليمين بتاع امجد الحر، وبعد كده تنشر في الجرايد ان امجد الحر ملهوش اي علاقه بالجرائم اللي عملتها نبويه التمساح، وانه مش اكتر من كونه مجرد شريك في مصنع المي. وبعدين سعادتك، انا بصراحه يا بابا صعبان عليا قوي عادل وشرف. حبيبتي ما تقلقيش نفسك، فكري فيك انت، اخواتك هيحلوا مشاكلهم بنفسهم. وبعدين انت هتفضلي سايبه جوزك كده؟ امال حضرتك عاوز نعمل ايه؟ انا اللي صالحه وانا اللي ارجعه البيت؟ هو مين فينا الراجل ومين فينا الست يا بابا؟ يا حبيبتي مش مساله راجل وست، انت غلطت فيه يبقى انت لازم تعتذري. طب ما هو ما صدق وراح وقال عدولي. وانتي بصراحة حكاية الغيرة دي زادت قوي عن حدها. انتي قعدتي تضغطي عليه تضغطي عليه، الراجل زهق. خصب عني. يعني حضرتك عاوز نعمل ايه؟ هقولك تعمل ايه. أمينة اتفضلي. أمينة أمينة الحق يا كريم. ايه يا فتنة؟ مش عارفة، أمينة نزلت جري على السلم، بصت كده ومشيت مش عارفة ليه. يكون فهمت ايه يعني يا أمينة؟ أمينة طب اسمعي انت بقى، تعالي لي كده ثانية. وعريسها قاعد ومزقطط، وادي الحبايب بتنقط، والفرحة بوسة بتتشقط. حلو الكلام. أمانة 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 أمانة.
خليها تخش. مدام شهيرة تفضل. ازيك يا انتصار؟ اهلا يا شهيرة. ايه اللي فكرك بيا؟ الحقيقة يا انتصار انا جاي اعتذرلك على كل حاجة حصلت مني قبل كده، يعني يا ريت نبدا مع بعض صفحة جديدة. صفحة جديدة؟ للأسف المجلس كله بيتهمني ان انا ورا كل الفضايح اللي حصلت للنادي، خصوصا بعد ما كل الناس يعني عرفت ان رئيسة نادي التايجرز نادي صفوة سيدات مصر تبقى نبوية التمساح. ما انتي اللي جريتي وراها وترجتيها علشان تيجي مكاني. عندك حق في كل اللي بتقولي يا انتصار، بس ارجوكي تقبلي اعتذاري وياريت كمان ترجعي تاني رئيسة النادي. بالسهولة دي؟ لا يا حبيبتي انا اسفة. ارجوكي يا انتصار ارجوكي. لا الموضوع ده خلاص باب واتقفل من زمان، ومش هرجع تاني ومش هفتح الباب ده تاني. تشربي حاجة؟ ايوه امجد بيه، الف الف مبروك. ايوه حضرتك خرجت من الموضوع زي الشعرة من العجينة، الخبر هنا في كل الجرايد. بقول لحضرتك انت ممكن تفتح النت عندك هتلاقيه مال الدنيا كلها. يا حبيبي الف الف مبروك، دلوقتي ممكن ترجع مصر وانت مطمن على الاخر وحاطط في بطنك بطيخه صيف كمان. ماشي يا امجد بيه، مع الف سلامه. الف سلامه يا امجد بيه. كده تمام حضراتكم ولا ايه؟ تمام يا مراد، تمام كده. انت خلصت دورك. اللي عملته ده حسن موقفك قوي في القضيه، خدوه. تمام يا فندم. تمام يا حضرة الضابط هاني. عنيس ساعتك يا فندم. أمجد بيه، الحمد لله على السلامة. ايه في حاجة؟ مفيش حاجة خالص، مطلوب القبض عليك بس. علي أنا؟ أكيد في حاجة غلط. مفيش أي حاجة غلط، أنت شربت الطعم. مبروك يا باشا، اتفضل معايا. غريبة أوي الدنيا دي، أنا لا يمكن أتخيل إن بوبي ممكن يكون عمل حاجة زي دي. للأسف يا أيام هي دي الحقيقة، أنا عمري ما كنت هصدق زيك كده لو كان حد قال لي، بس اتأكدت لما سمعت وشفت بنفسي. انا مش عايزه الموضوع ده يأثر عليكم يا اولاد، انا عارفه انه مفيش حد بيقدر يختار ابوه او ام، ده بتبقى حاجه قدريه من عند ربنا، ساعات بتبقى نعمه وساعات بتبقى ابتلاء. ربنا يقدرني ويعوضكم ويخليكم تفتخروا بيا قدام الناس كلها، ويعوضكم ابوكم ده الله يسامحه بقى. ابراهيم إبراهيم، أنت دلوقتي في حل أن أنت تاخد قرار، صدقني هبقى مقدرة، حتى لو القرار ده احنا ننفصل عن بعض. هيام هيام، بس اهدي هيام. إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ بطلي هبة، بس اهدي حبيبتي. أنا لما عرفتك وحبيتك ما عرفتكيش وحبيتك عشان باباك مين ولا مامتك مين، انا اسف، بس انا حبيتك وعرفتك عشانك انتي. هيام انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زوجه احسن منك. وادي ابراهيم يا ابو زعرور. نعم. عارف انا كان ممكن اندم العمر كله عشان كنت هعمل غلطه كبيره قوي لو كنت ما جوزتكش بنتي هيام. تعالي تعالي في حضن. حبيبتي.
شايف الناس؟ مش انت اللي رحت عرفت واحدة على مراتك؟ قال ايه؟ عشان ابوها رد سجون، وانت كمان عارف ان ابوها بريء. اهو انت اللي ابوك طلع مكرم. تفتكر هي كانت هتسيبك لو كانت معاك دلوقتي؟ اخس اخس عليك. محمود الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ما قلتليش ليه انك خارج؟ انا اللي طلبت من الدكتور ان هو ما يقولش لحد ان انا هخرج. لعلمك بقى دي احلى مفاجأة في حياتي. انا جاي اقولك اشوف وشك بخير. ايه؟ هبيع المستشفى وصفي كل حساباتي خلاص، هسافر امريكا اعيش هناك. هتسافر؟ هتسافر وتسيبني؟ طب خدني معاك يا محمود، انا مستعد اروح معاك اخر العالم. محدش ينفع شرف. ليه يا محمود؟ انت عارفه ليه كويس، بس انا ما كانش ينفع اعرف. وما ارجوك يا شرف بلاش نخش في تفاصيل انا وانت في غنى عنها. في حاجات كده انا مش عايز افتكرها تاني. طب اديني فرصه نفتح صفحه جديده مع بعض، يمكن اقدر احل. طب افتح الشقه. طالع شرف. Thank you.
حبيبي يا ابني. ليه ماما؟ ليه؟ ليه عملت فيا كده؟ ليه؟ غصب عني. غصب عنك؟ يعني غصب عنك؟ تعيشيني في حلم جميل طول عمري. فويل على كابوس. وتقولي غصب عنك؟ آخر حاجة طالبها في الدنيا. سامحني أبوس إيدك. مش مهم أنا اللي سامحك. مهم ربنا اللي يسامحك. أوعدك يا ماما في كل صلاة في كل وقت أستغفر لك يمكن ربنا يتقبل مني. أشوفك بخير يا ماما. بالك من نفسك. انتباه جاهزين الفطار بعد خمس دقايق خمسة وثانيتين هسحب الفطار وهتخرجوا على غيار الريق خمسة وثلاث ثواني مفيش ريق البيت ده للنظام انا شعاري كل ثانية ليها لازمة لإما تترقعوا بالجزمة يلا شدوا مدوا ادوني حفيدي حبيبي حفيدي حبيبي حفيدي حبيبي ما تعيطيش ما تعيطيش يا حبيبي يا حبيبي بس حبيبي شد ومد شعاري كل ثانية لإما أبوسك أبوسك يا حبيبي اتعلم يا ولد شد هب هب واحد هب هب هد اتنين هد اتنين اثنين ثلاثة أربعة هب هب حاضر يا ماما يلا هي مش مقتنعة ان احنا خلاص كبرنا
يا ستي يلا بقى. اتفضلي مع السلامه. امسكي عشان البرستيج. حاضر يا ماما. أمانة؟ نعم. حافظة التعليمات؟ فيش ضحك. وشك زي الكلبشات. أي زميل يعكسك كده ولا كده ها؟ كف خماسي في وشه. تعملي له محضر وتكلميني من هناك. امشي. يلا يا بنتي محدش شايفنا. مفيش حد شايفنا. يلا اتفضلي اتفضلي يلا. المدرسة كلها تيمو بتفر. شد يا تيمو، أنا مستعجلة يا تيمو. عايزة الأسفلت يزغرط. علم يا فندم. بسرعة يلا. بس بس هنا يا تامر بس. حاضر يا ماما. خدتي تعيينك؟ تمام يا ماما. لو اي راجل هزر معاكي شدي اجزاء زوره. حاضر يا ماما. واطلعي على الاسم وكلميني. حاضر. يلا شدي يا تامر. يلا امشي. ودي قاعدة. مالك يا حبيبي مكشر ليه وشايل طاجن ستك؟ انت لا اول ولا اخر واحد يسيب مراته يا اخويا. يا ماما الحكاية بيني وبين أمانة مش حكاية عادية. انا ضحيت وغامرت بحاجات كتير قوي عشان العلاقة دي تكمل، لكن فشلت بجد. اللي مش داخل دماغي ومش عارفة اصدقه، انت تروح تتجوز في السر ليه؟ قلت عايزه اتجوز وحد قال لك لا؟ والبنت امانه، امانه اللي مقفول عليها، اللي بتروح ولا بتيجي، اللي امها عامله لنا كده، اللي مركبه نسر على كتفها. الهي ربنا يكرمها كده ويطير النسر يا رب. دي تعمل عامله زي دي تطوعك وتتجوز في السر؟ الكهينه لما دخلت عليا قلت برأت الدنيا في عينيها. يا ماما هي اتجوزتني في السر عشان هي بتحبني وكانت بتثق فيا جدا. لو كانت بتثق فيك يا حبيبي ما كانتش صدقت موضوع فوتنا. بقولكي بقى، هو الموضوع جه كده بقى وحظي جه كده، هعمل ايه يعني؟ وبعدين يعني هي اكيد دلوقتي ندمانه بعد ما فوتنا اتجوزت جوجو. طالما هتموت عليها كده ومش مستحمل بعدها، تعالى نحاول محاوله تانيه. مش عيب يا حبيبي ان الراجل يصالح مراته مره واتنين وتلاته. يا ماما اللي الفارق معايا ابني. وبعدين مع عم عبد الجبار حاول معاها كتير قوي وفشل. صدق الراجل ده طلع طيب قوي. شفت؟ شفت طلع امير ازاي؟ اللي كان مطلعاه كخه ومطلعاه متوحش. شفت الست دي كدابه ازاي؟ حماتك دي اللي هي ربنا يهد صحتها. امين. يا ابني احنا ما صدقنا خلصنا من نور وقرفها، عايز ترجع برجليك تاني للقرف ليه؟ مش قادر انسى عداله يا ماما. الانسان بيحب مره واحده في حياته. عداله دي كانت حب الوحيد. وحيد؟ ماشي يا عم فريد. يا ماما ارجوكي بقى، انا مش جايلك عشان تتريقي عليا، انا جايلك عشان تشوفي لي حل. يا اما والله العظيم هسيب البلد دي كلها واطفش. هلا جرى ايه يا عمرو؟ وانا كل ما اكلمك تمسكني من ايدي اللي بتوجعني. خلاص يا نور، طلقتي بناتك الثلاثه وقفت تتفرجي عليهم؟ عملتي ايه عشان تمنعي الطلاق؟ عملت ايه عشان تمنعي طلاق اي واحده منهم؟ ها؟ هما دول عرسان اللي كانوا متجوزينهم؟ دول بواقي تصدير. طب انا السبب في ايه؟ كنت بعملهم كلهم بالحسنى والله، ما غلطتش في اي واحد فيهم. الله، قولي لي سبب واحد بس انا عملته عشان طلقتهم. يا سلام، ده انت قعدت تتفرجي وما حاولتيش تمنعي طلاق واحده فيهم كده ولا لا؟ وبعدين ده مش دور الام ابدا. لا، الأم مش كده، الأم تعشش وتضلل وتعمر. لا يا نور، لا يا حبيبتي. طب والعريس بقى اللي جاي النهاردة ده
ايه هتعملي معاه ايه؟ هتطفشيه زي ما طفشت دابله؟ ها قولي. لعيب كوره زي الفل، اي بنت تتمناه. ده لعيب كوره ده؟ ده من مواليد دكه الاحتياطي، عزمني كذا مره كذا مره يقول لي تعالي يا طنط تعالي اتفرجي عليا، ده انا لعيب مشهور، تعالي اتفرجي شوفيني بلعب ازاي. قلت طيب اروح واتفرج. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. تروحي تتفرجي؟ اه، اول ما ينفرد بالجون وخلاص اهو هيلعب وانا استعد وهسقف جون جون، الاقي الكره طلعت بره، الحكم طلع له كارت اصفر. قلت جه الدور عليا، طلعت له الكارت الاحمر، يلا بره يلا مش عايزين. لو جالك ملاك من السما هتطلعي فيه 100 عيب، انت بس اللي كويسه انت وبناتك. الله 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 الله، الملف السعد يا موحه، انت بتلبخي. طب اهو انت هتغلطي فيا، خدي يا اختي القهوه اللي انت عملتها لي. هاتي احسن، هنا جنبي اهو، هاتي ناوليني ده بقى. ما انا اللي عامله الشاي ده، والله ما انت واخداه وكيان وانا ماشي. يلا اعد عليك الاسبوع الجاي، عايزه حاجه يا ميحه؟ عايزاك يا اختي، ربنا يهديك. اه انا مجنونه يعني، ماشيه على الحيط، كتر خيرك وبشوفي مين هينظف لك. يلا مش هغسل المواعين كمان، ولا هدعكلك رجليك، يلا ولا هغيرلك ولا اديك الدواء. باي باي، ما اناش جايه تاني. روحي ربنا يهديكي. الو، ايوه اسكت يا كريم، ظبطتها لك على الاخر. لا ما تخافش، لا لا، لما نشوف بقى ايه اللي هيحصل النهارده. عريس شرف جاي النهارده، ما تنساش تبلغ عمرو، وابقى طمني يا حبيبي. كده تمام قوي كله، ربنا يخليكوا ليا. ويخليك يا روح قلبي يا رب. عقبالكوا يا بنات تاني. ما اروح ابص على الولد. ربنا يتمم لك بخير يا رب يا شرف، واشوفك اجمل عروسه في الدنيا. وعقبالك انت كمان يا عدال. الحمد لله انه نايم، جايب لنا صداع طول النهار. هيا يا بنات، كل شيء تمام؟ كله تمام يا ماما. مروان نايم يا حبيب قلبي. يا حبيبتي يا شرف، مبروك يا حبيبتي. بوصيكي اهم حاجه الحما، تعاملي حماتك كويس زي ما انا كنت بعامل حماتي. لا بلاش زي. مبروك يا شرف. الله يبارك فيك يا بابا. مبروك يا روحي، الف مبروك. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. زي القمر. الله يخليك يا ماما. ايه ده الباب بيخبط؟ افتحي افتحي يا عداله، افتحي يا عداله. هم اكيد. انت كله كويس؟ شعرك حلو؟ شفيف؟ الروج ده ايه ده؟ جيب اسنانك ايه ده؟ يا عداله يا حلوه، ازيك يا بنوته يا حلوه؟ ازيك يا مامي؟ ازيك يا طنط انتصار؟ ازيك يا عداله؟ ازيك يا عمرو؟ وحشتين. ماما، طنط انتصار وعمرو على الباب. اهلا بحضرتك. اهلا ازاي صحتك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. ايه ده؟ عندكم حفله؟ لا لا، في حفله. فتحة شرف. اتفضلي. شرف يا روحي، مبروك يا شرف، الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. ازيك يا نور؟ اهلا. ازيك يا انتصار؟ ازيك يا حلوه؟ ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكم. خش يا عمرو يا حبيبي، خش يا بابا. لا انا هقعد انا وعمرو هناك. خد روحك. ازيك يا عمرو؟ تعالى يا حبيبي. اهلا وسهلا. عداله خليكي جنب اختك، الباب بيخبط. افتحي بسرعه. حاضر. ان شاء الله يكونوا هم. ازيك يا انتصار؟ امانه طنطلوش حبيبه قلبي، يا حبيبتي يا مرات ابني. ازيك يا بنتي؟ ازيك عامله ايه؟ اهلا هوند بيه. اهلا وسهلا سيد الرجاله. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل. خش يا كيمو. تعالى يا كريم يا ابني، اتفضل. ازيك يا حبيبي؟ تعالى. ازيك؟ اهلا بالباشا الكبير بتاعنا ابو نسب. اهلا حبيبتي. اهلا يا لوز. اهلا يا حبيبتي. لا
شمعة، شمعة منورة، سيدة الإعلام العربي في الوطن العربي. أهلا أهلا أهلا، حفلة أضواء المدينة. حبيبتي أهلا بيكي. إيه ده، إيه الجمال ده، إيه الوردة الحلوة دي، منجدها عند إنهي منجد؟ إيه اللي حكاية، رائدة الغناء الشعبي وسيدة الدش المصري، أنتوا متفقين عليا ولا إيه؟ اقعدي يا ست الكل، اقعدي يا باشا. تعالي، ربنا يهديكي يا رب. خير خير يا رب. خير ان شاء الله، اتفضلي. طبعا انت ما يرضيكيش ابدا خراب البيوت. احنا من الاخر كده كلنا جايين لك بحزمه المعلم عشان نرد امانه الكريم وعداله لعمر، ايه رايك؟ اللي تشوفيه يا تسالي، هو في ام تحب خراب البيوت؟ والله انا يعني نفسي ومن عيني اشوف بناتي متسطرين. بس الف الف مبروك، يا رب يثبت لك النسر على كتافك يا رب. مبروك يا كريم حبيبي. ربنا يخليك يا عمي. الف مبروك. مبروك يا عمو. الله يخليك يا عمي. خدوا بالكم من البنات. ها طبعا يا عنكر، دول في عينينا ولا ايه؟ طبعا. خلي بالك من امانه، دي امانه، واستحملها كده وكبر حاكم، هم مخهم ضيق شويه. ده انت شايف انا مستحمل امك نوزه قد ايه. مبروك يا بنات. ايه ده يا ماما، نسيت العمليه اتغيرت خالص. ايه، قول يا رب بس تكمل على كده، قول يا رب. الحمد لله الحمد لله، انا مش مصدقه ان الموقف عدى على خير. الحمد لله خلصنا خلصت. خد عروستك يلا. ربنا يهديكي يا رب يا رب. الحمد لله انك سكتتي بنتين ورضيتيهم لجوازهم بدل ما كانوا قاعدين على قلبك في البيت زي الرزايا. قول يا رب. لغايه دلوقتي كويس، بس ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ لا لا لا، عاجبني قوي. ايه التنده دي، تنده ولا ورده دي؟ ورده. اعمل لك واحده خضره زيها كده تحطيها جنب النسر يقعد يشم ويرفرف. ايه ده الباب، عن اذنكم عن اذنكم، بيتكم شرف، افتحي انت، افتحي افتحي بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا شرف. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء الخير. شريف بركات، مهندس ديكور. اهلا. يلا يا باشمهندس، خش اتفضل. خش. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، مساء الخير عليكم. مساء النور. اهلا المعلمه زكية القط، صاحبة أكبر محلات جزارة في البلد. ماما، دي مامتك؟ أهلا أهلا, أهلا, أهلا وسهلا، نورتي. أنتوا مين؟ إحنا. إحنا 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 يا حبيبتي الحموات السابقة الفاتنات. ونظرا إن إحنا خايفين عليكي وعلى مصلحتك، اسمعي بقى. حطي خروف فين ده يا فندم؟ في أي حتة. استنى ما نشوف حكاية زكية القط دي ايه؟ بنت؟ ايه ده؟ تعالي انت. نور تعالي بس تعالي. تعودوني على القط. ايدك تعالي. ايدك انا فاهمني عايزين ايه؟ ايه الست دي؟ انا معقوله؟ انا معقوله يا ناس الواحده زي دي منها؟ تعالي نتكلم بيها. تعالي نتكلم بيها. تعالي نتكلم مع بعض. اقفل اقفل. ايه بتعملوا ايه؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ يا ماما الجوازه دي لا يمكن تتم، يعني لا يمكن تتم. ماما ماما الأم لما بتبقى أم ما يهمهاش غير مصلحتك، وطنك وبيتك وقت الهم،
وفي حضنها بتلاقي راحتك. الأم لما بتبقى أم ما يهمهاش غير مصلحتك، وطنك وبيتك وقت الهم، وفي حضنها بتلاقي راحتك. ولو تقول الآه بتقولها قلب آه، بتبقى ما بتسألش عليها ولسه ما ترفع إيديها وتدعي لك ربنا يحميك ويبارك لها دايما فيك، وتقول من قلبها ده الغايب الغايب حكيت وياه، وما بتعرفش قيمتها غير لما ما تلاقيهاش، ولا هتلاقي في الدنيا حد عشانك غيرها. دايما شايله همي.